الأمر بدأ يتجه إلى ظلام دامس، فالشحن عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر كاد أن يصل إلى منطقة المستحيل. فماذا فعل الأردن للخروج من هذا المأزق؟ وكيف مدت مصر يدها لإنقاذ الأردن أولاً ودول العالم المختلفة من بحر الظلمات؟ ولماذا سيكون هناك ثروة أردنية مصرية وشيكة في الفترة المقبلة بسبب الخطة الجديدة؟ هكذا تكون الحكاية. الحكاية بدأت منذ عدة أشهر، فبعدما أصبحت الأوضاع متوترة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً بين القطاع والدولة الدخيلة، واتجهت كل السبل إلى ظلام دامس سواء اقتصادياً أو سياسياً أو حتى إنسانياً، بات الأمر وشيكاً بأن تتأثر كل دول العالم بهذا التوتر الذي ألقى بظلاله على نقل البضائع من المملكة الأردنية الهاشمية إلى مصر أو حتى لباقي دول العالم. الضوء هنا مسلط على البحر الأحمر تحديداً، مؤخراً استهدفت مجموعة من اليمن أي سفينة شحن سواء خارجة من شواطئ الدولة الدخيلة أو حتى ستعبر إلى أن تصل إليها. فمع كل هذا التوتر أصبح الأمر خطراً للغاية على الملاحة والشحن البحري عبر البحر الأحمر. فهنا تبدأ بوادر الخطة الأردنية المصرية لإنقاذ دول العالم من تدهور اقتصادي وشيك. الأمر أصبح معقداً للغاية، فالشحن عبر البحر الأحمر يكاد يكون في ظل تلك الظروف مستحيلاً. فعلى الرغم من أن ذلك كبد الأردن فقد ما يقدر بحوالي 40% من الشحن البحري، لكن عودته إلى طريق الخط العربي للنقل بالتعاون مع مصر سينقذ الكثيرين. فوزيرة النقل بالمملكة وسام التهتموني أوضحت أن الأردن ومصر اتفقا على اتخاذ الخط العربي للنقل بديلاً عن الشحن البحري في البحر الأحمر، فهذا البديل يمثل خط النقل البحري والبري لشحن البضائع من وإلى دول العالم، فأصبح الخروج من الأزمة وشيكاً. فوفقاً للاتفاقية كان قد وقعها الأردن مع مصر منذ عامين تضمن اتخاذ خطاً بديلاً للشحن عن البحر الأحمر في حال الأزمات، فوفقاً للاتفاقية سيبدأ نقل البضائع بحراً من ميناء العقبة بالمملكة إلى ميناء نويبع في مصر، لتتخذ البضائع بعد ذلك طريقاً برياً إلى الموانئ المصرية براً، وذلك على طول البحر المتوسط الإسكندرية وبورسعيد ودمياط. ليس هذا هو الأهم في الأمر، لكن الثروة الأردنية المصرية تتمثل في أن معظم دول العالم التي تنقل بضائعها عبر البحر الأحمر ستنتقل إلى هذا الخط البديل، فضلاً عن أن دول الخليج ستنظر إلى هذا الخط كأفضل مما طرحته كثيراً من الدول خلال الفترة الراهنة حول إفريقيا، فالكثيرون يرون أنه حلاً مؤقت للوصول إلى طريقة أفضل. لكن مع التحول لهذا الخط البديل فستنتعش الحالة الاقتصادية بجميع دول العالم، بل والأهم سيتضمن ذلك حماية المملكة بجانب مصر للسلع من ارتفاع أسعارها. فبرأيكم هل بالفعل استطاعت المملكة بالتعاون مع مصر في إنقاذ العالم من تدهور اقتصادي محتوم؟